إبراهيم مرحبا حب الدين رحمه الله منذ الصباح في معركة تحرير سوريا التي تبدأ بدأت من الشمال وستنتهي في دمشق قريبا إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتقبله يا شباب ما له شغل يستنانا برا اجي سمحتوا يا شباب يا شباب يا شباب الحمد لله يا الله يا الله